والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. نعم، تنضم إلينا زميلة ليلى عمر. مساء الخير يا ليلى. مساء الخير رجاء. مساء الخير صحر. ونتابع معكم الآن أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عرضا معلوماتيا بشأن نجاح قناة السويس في تحقيق المستهدف منها في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي والتي انتهجتها هيئة قناة السويس على مدار السنوات الماضية. وأوضح المركز أن قناة السويس حققت أرقاما قياسية غير مسبوقة على مدار تاريخ القناة خلال شهر يناير من عام 2023. وارتفعت الإيرادات خلال شهر يناير بحوالي 47% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2022. كما ارتفع عدد السفن العابرة بحوالي 21.5% بالإضافة إلى ارتفاع الحمولات الصافية بنسبة 16.3%، وذلك مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، وهو ما يعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية للهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بدءا من الشهر المقبل. وأكد المركز على استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 من يونيو القادم بقيمة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم أسرة واحدة و200 جنيه للبطاقة التموينية التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من ثلاث أسر بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 8 مليار و500 مليون جنيه. وأوضح المركز أنه يتم صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية من جميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيات على مستوى محافظات الجمهورية. شهدت محافظة الإسكندرية افتتاح مهرجان الإسكندرية للتسوق وأهلا رمضان لتوفير السلع بتخفيضات تصل إلى 30%. يأتي ذلك في إطار دعم الدولة لمواجهة المتغيرات في أسعار الغذاء عالميا، وانطلاقا من حرص واهتمام الرئيس السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطن، لا سيما فيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة لحماية الأسر من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية. في أسواق البترول العالمية تراجعت الأسعار وسط مخاوف من جانب المتعاملين من أن يتأثر الطلب بأي رفع مستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.5% إلى 83 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.7% ليستقر عند 76.34 دولار للبرميل. كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.71% لتصل إلى 2.72 دولار للتر، وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.77% لتسجل 2.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. استبعد محللون لدى بنك جي بي مورغان للخدمات المالية أن تخترق أسعار النفط مستويات ال100 دولار للبرميل هذا العام إلا في حالة وجود محركات جيوسياسية كبيرة. يأتي ذلك وسط احتمالات بأن تزيد أوبك بلس الإمدادات وأن تتعافى التدفقات الروسية بحلول منتصف العام الجاري. أعلنت بلغاريا إرجاء هدفها المتمثل في الانضمام إلى منطقة اليورو، وحددت عام 2025 موعدا جديدا، وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي يحول دون اعتماد الإصلاحات اللازمة. وقالت وزيرة المالية روميتسا فيلوبا إنه لم يتم التوصل إلى حل وسط في البرلمان البلغاري للتصويت على نصوص متعلقة بغسل الأموال أو صلاحية البنك المركزي أو حتى في حالة الإفلاس. كانت كرواتيا أصبحت العضو العشرين في منطقة اليورو في يناير الماضي، وذلك بعد 7 سنوات من دخول ليتوانيا إليه. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لرجائي وسحر لاستكمال النشرة إليكم من جديد. شكرا لك يا ليلى عمر.